طيب عايزه انتقل لمشكله اخرى موجوده. وزير الخارجيه اليوناني نيكوس دندياس اعلن انه حث الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش على تكثيف الجهود للتوصل الى تسويه بشان قبرص على اساس قرارات الامم المتحده. ونقلت صحيفه يونانيه عن دندياس قوله انه اجتمع مع غوتيريش في مقر الامم المتحده في نيويورك، حيث اعلن ترشح اليونان للانتخابات كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة من 2025-2026. وناقش الاثنان أيضا العلاقات اليونانية التركية في أعقاب زلزال السادس من فبراير الهائل والتطورات في يوكرانيا وشرق البحر المتوسط وحماية البيئة وحقوق المرأة. وتعاني قبرص من التقسيم للشطرين يوناني وتركي منذ عام 1974 بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة ومحاولات عدة لضمها إلى اليونان. يعني خليني أقول أزمة الزلزال حركت حاجات كتيرة، يعني هو زلزال مدمر راح فيه ضحايا كتير، لكن هي حركت حاجات كتير. يعني مثلا دلوقتي شايفين أنه اليونان ابتدت تتكلم، أنه ابتدينا نتكلم على قبرص. طب الجانب التركي هيعمل إيه، خاصة أنه وقت الزلزال اليونان وقبرص كان موقفهم جيد مع تركيا. شايف الأزمة دي ممكن إنها خاصة يعني إحنا خلاص في انتخابات تركية، يعني ده في 14 مايو، فهل ممكن إنها تحل الانتخابات الأزمة اللي موجودة دلوقتي في تركيا نتيجة بقى ما بعد الزلزال والفيضانات اللي حصلت و و و ممكن إنها تسوي هذه الأزمة؟ من المعروف في العلاقات الدولية أنه الكوارث الطبيعية تقرب المسافات وبتخلق حاجة اسمها دبلوماسية الكوارث الطبيعية، زي ما حصل مع تركيا. ده كان أضخم زلزال في 100 سنة، أكتر من 50,000 بني آدم قضوا أو لقوا حتفهم، تدمير في 12 محافظة من 80 محافظة تركية، تشريد لأكتر من 1,000,000 بني آدم. الآثار كانت مروعة، خسائر تقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد التركي، عمليات إعادة إعمار واسعة وضخمة، لكن في المقابل رب ضارة نافعة. تركيا كانت علاقتها بمحيطها الإقليمي متوترة للغاية. الزلزال ودبلوماسية الزلزال ساعدت على تقريب وجهات النظر، وأبرز نموذج لده مصر. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بالرئيس أردوغان عقب الزلزال، أيضا وزير الخارجية السيد سامح شكري زار تركيا بعدها بعشرين يوم. النهاردة وزير خارجية تركيا موجود في مصر، مولود جاوشاغلو. وحضرتك دلوقتي يا أستاذة رشا تقدري تشوفي قد إيه الموضوع ده مهم من الفاصل الزمني. سامح شكري كان في تركيا من 20 يوم، بعد 20 يوم بالظبط يجي وزير الخارجية التركي لمصر. معناها في حرص تركي ورغبة وإلحاح من الجانب التركي للتقارب مع مصر وتجاوز الخلافات. دي أول زيارة لوزير خارجية تركي من 10 سنين بالظبط، يعني دي برضو بالظبط دي نقطة مهمة جدا. طبعا، وبعدين الفاصل الزمني زي ما بقول لحضرتك 20 يوم، يعني ما استناش 3-4 شهور، ما استناش بعد الانتخابات التركية، وإنما بعد 20 يوم قبل ما شهر ينقضي كان جاي لمصر. معناها الإصرار على إعادة العلاقات. طالما حضرتك عاملة محور لده هرجع تاني لليونان. طبعا الأزمة مع اليونان أزمة قديمة. تركيا مشكلتها أنها كانت إمبراطورية، الإمبراطورية العثمانية، كانت اليونان جزء منها ومصر جزء منها وسوريا والعراق والدول المجاورة لتركيا. لما تركيا تحولت لجمهورية من 100 سنة بالظبط في عهد أتاتورك 1923، بدأ يقتطع اتفاقية لوزان 1923 وقبلها اتفاقية سيفر 1920، اقتطعت من الإمبراطورية العثمانية اللي كانوا بيسموها رجل أوروبا المريض. بدأوا يقسموا الإمبراطورية العثمانية واتبقت على جمهورية تركيا اللي أسسها أتاتورك قبل 100 سنة فاتت. اليونان بقى في مشكلة في الجزر، في الحدود البحرية، قبرص نفسها في مشكلة بقت مقسومة لشقين. وأنا زرت قبرص الحقيقة وشفت الفرق ما بين قبرص اليونانية وقبرص التركية. قبرص اليونانية جزء من الاتحاد الأوروبي، دولة أوروبية منتعش اقتصاديا. قبرص التركية تبع تركيا، أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية صعبة للغاية، والمشكلة دي من سنة 1974، وكان في محاولة من الأمين العام للأمم المتحدة في 2004 لتوحيد الجزيرة، تم التصويت على كده لكن للأسف في تعنت ولا زالت المشكلة معلقة. طب خطورة أزمة قبرص إيه؟ الثروات الطبيعية في شرق المتوسط. إنه النهاردة منطقة شرق المتوسط بتعوم على بحيرة من الغاز والنفط، ودلوقتي في ثروات بتوزع.
تركيا بتقول ان انا ليا حقوق، وقبرص التركيه لها حقوق زيها زي اي جمهوريه، واعتبرتها جمهوريه ومحدش بيعترف بيها في العالم غير تركيا. الاختلاف على هذه الثروات في شرق المتوسط عامل ازمه كبيره جدا، الحدود البحريه في بحر ايجا بين تركيا واليونان عامله ازمات، وفي تهديد بالعسكره، يعني اليونان بدأت تحط أسلحة على بعض الجزر، تركيا هي الأخرى بدأت تحط أسلحة في قبرص وقاعدة لطيارات بدون طيار، وطبعا هذا بيهدد باحتمال حدوث مواجهة عسكرية، لكن الدولتين عضوان في الناتو، تركيا واليونان، وجودهم في الناتو والمظلة الأطلسية يمكن أن يحول دون حدوث مواجهة بينهما. بعد الزلزال وزير خارجية اليونان راح في اتصالات ما بين المسؤولين، يمكن لدبلوماسية الزلزال أن تمهد السبيل لمفاوضات تؤدي إلى حلحلة هذه الأزمة. نتمنى هدوء الإقليم بشكل عام، يعني نتمنى.